عادل في حكمه. نعم حكمت عدلت، امنت نمت، هنيئا لك الجنة. الان حان وقت حساب مستشفى الايطالي، الان حان المرض كله 25 شكوى او اكثر او اقل بتاريخ 16/11، وقلت احنا بعثنا على وزارة الصحة لمعاقبة الدكتور. روح وزارة الصحة قلت ما فيش، اروح النقابة قلت ما فيش حقيقة، والاخر عطاني ورقة على ورقة نتيجة وبيقول لي احنا حولنا ورقة للطبيب للنقابة الاطباء بالتحديد. اتكرم عليا وعطاهولي على ورقة نتيجة اهي اهي. على ورقة نتيجة يعني جيمة بني ادم في مصر النهاردة ورقة نتيجة ليه يعني ليه؟ بكل ده شكاوى لوزارة الصحة ورئيس الوزراء والحكومة كلها، رحت لها، رحت جميع الجهات المختصة، ما حدش راضي يستقبلني. ليه؟ راجل مواطن بسيط ريحته نتنة، ما حدش راضي يستقبلني ريحتي نتنة. آلاف عشرات الآلاف انفكت، عشرات الآلاف انفكت لأننا هندعي كذب. ده كل ده وصلات من وزارة الصحة. أنا كابتن من المستشفى الإيطالي. قال يا فندم الورقة اللي عطوها لي في قصر الجمهوري، في رئاسة الجمهورية بعبدين، عطوني ورقة النتيجة دي. هل دي نقدمها لرئيس وزير الصحه نقول انا حقق مع الدكتور؟ اهي على ورقه نتيجه، ورقه نتيجه اهي اهي مصوره اهي، وهذه الورقه رسميا، وهذه الورقه رسميا. اين العداله؟ اين العداله يا ريس؟ انا مواطن مصري، أنا مواطن مصري، محدش قابلني كلمني ليه وسألني؟ الطالب يسألني يسألني ويعدمني وأخلص ضميري بيني وبين زوجتي. ماتت إهمال إهمال، يقطع في بني آدم بعد آخرتها آخر أيامها، يقطع فيها ويرمي الزبالة. أروح أطالب الدكتور آلية وليس بالحاجة بتاعتي الطحال والمعدة، يقول لي إحنا متعاقدين مع القصر العيني بياخد الحاجة دي. على أي أساس؟ على أي أساس؟ هو طحال فرخة؟ معدة بتاعت بني آدم اللي ربنا كرمها على الملائكة يا سامي رمز شحاتة. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.